إذا كيف قلنا المواطن المغربي نظرا لهذه الزيادات الصاروخية اللي عاشتها جميع وعرفتها جميع المواد الغذائية وجميع المواد الاستهلاكية عموما أنه بحال شي واحد غرق وكيتسناو تبان ليه عطف ديال العود دايز غيبقى يشد فيه. إذا دروك ملي بانو بهذه الطريقة ديال الاحتجاج قالوا ندخلوا واخا غير نضروا مالين هاد الشركات واخا عا نمرضوهم وما نبقاوش بلاش المهم غنسمى تنفس لأن المواطن المغربي احنا غادي نقولوها إنسان صبور أكثر من الجمل ولكن كتجي واحد الوقيتة كيخرج عن السيطرة تحت ما غادي يبقى يسكتو. من بين الملاحظات اللي لاحظنا بخصوص المحطة ديال البنزين المستهدفة في هذه المقاطعة عندي سؤال نقدر نوجهو لأخ نوش مباشرة. السي أخ نوش علاش عاطي الدعم للبحرية خصوص دوك الفلايك ناقص عليهم في ليسونس في حين الفلاحة ياك نفس الوزارة الفلاحة ما داير ما عطيهمش الدعم علاش؟ الغاز مستعمل يعني الغاز ما ناقشني من البوطه استعمل ما ناقشني من البوطه نهائيا ما بقاتش هذيك ما بقاش صحيدوه هو ما عطيش الفلاح يقص عليه واش المازوط هذوك البحريه كيشريو بالثمن ديال باش كيشريو المواطنين؟ لا اذا انت الغاز الفلاح ما يشريش بالثمن كيشري به المواطن هذا غندخلو في اطار ديال دعم الفلاح هذه ما كايناش هذه في هذه وزارتك السي أخنوش دونك غنقزو هادي وغادي ندوزو وغادي نعطيو الكلمة الآن للسي هارولا أنه إلا عندو شي تعقيب في هادشي اللي قلنا ويحترم الوقت الله يجزيك ما بقاش من بوقت وحدة ها شوف إلا شوف إلا زكا الحزب غادي يروح تفضل السي هارولا الحنان اللي كنتأسفوا ليها السي غازي وهو هذاك الصمت ديال القنوات المغربية اللي بدات المقاطعة كنشوفوا قنوات أجنبية تتكلم على المقاطعة والقنوات المغربية في ثبات عميق الحكومة كتراوغ ملي كيجي شي سؤال شي مسؤول ولا شي وزير إما ما تجاوبش إما تراوغ وهادشي شناه عند رئيس الحكومة شناه عند باقي الوزراء واللي تتأسفوا ليه هو أن الوزير ديال المالية ويتوسط المغاربة بالمداويخ وتيمور وزير سابق اللي كان خرج من الباب وعاود دخل من الشرجم وتيقول للمغاربة جيعانين وتيمور مسؤول وتيقول للمغاربة الخاوانة واش هادي صفات هذا في الوقت اللي كان الحكومة خصها تدخل مباشرة على الخط اللي بدات المقاطعة تدخل الحكومة وتحل تفتح حوار مع المواطنين ومع الشركات وتشوف واحد الصيغة اللي تكون ملائمة للطرفين وتحتوي الموضوع هي مشات السياسة ديال التحدي مشات السياسة ديال التعالي كنشوفوا المسؤولين كيفاش كيخرجوا كيديروا التصريحات ديالهم كنشوفوا رئيس حزب تيهز الحليب وتيشربوا امام الملح يعني في واحد الخطوة اللي كيتحدى بها هذوك المقاطعين اللي هما الفئة العظمى من الشعب المغربي كنشوفوا وزراء اخرين اللي خرجوا تصريحات ضد الارادة ديال الشعب المغربي كنشوفوا وزير اللي خرج وبدا كيهضر على تعديل قانون الحريات هذا الشيء قلبوا هاد الناس هذا الشيء قلبوا الوزراء هاد الوزراء واحد النهار غادي ينزلوا من الكراسي ديالهم وغادي يجيو العموم المواطنين غادي يصطفوا معاهم وديك الساعة الندم ما غاديش يبقى ينفعهم لأنهم أساء المغاربة هاد الوزراء هي من المعارضة شتو التدخلات ديالهم وشتو المواقف ديالهم كيف كانت تقلبوا 360 درجة هاد الوزراء اللي حنا كنا كنعرفوهم كنشوفوهم داخل البرلمان وتيخطبوا في الطاولات وتيخرجوا بالتصاريح شناهم كيفاش نقلبوا أنا كنسميه انقلاب على الشعب المغربي وانقلاب على ديك الوعود الكاذبه اللي كنتو كتعطيوها للشعب المغربي
هادو هما الوزراء ديالنا. الوزراء ديالنا الا بغيتو تشجعوا المنتوج الوطني ونزلوا من هذيك السيارات الفخمه من هذوك لي مرسيدس وركبوا في داسيا. ديك داسيا انتاج محلي، انتاج مغربي، انتاج وطني، وشجعوا الانتاج الوطني، شجعوا السياحه الداخليه. ما تبقاوش تمشيو تهزوا الفلوس تخرجوها تديو تسافروا برا تدوزوا العطال ديالكم. واغلبيه ديال الوزراء والمسؤولين عندهم الغريب بحال هكا. من الناس اللي ما كاينش توقيت سالا سي ما كاينش السياحه الخارجيه. سالا التوقيت سالا التوقيت سالا التوقيت. لا ما كاينش الخارجيه، ما كاينش الخارجيه، ما كاينش الخارجيه. الشعب ماشي الشعب المغربي وانما المقاطعين نعتوا واحد النعوت اللي كانت كتستوجب على الحكومه تكون هي اول واحد يتدخل باش يدافع عليهم. لاننا خصنا يردوا لنا الاعتبار ديالنا كمواطنين. اذا كنا مقاطعين مثلا خصهم يعطونا الاعتبار ديالنا، لانه ماشي اللي قاطع غيتسنى من المداويخ، ماشي اللي قاطع غادي يمشي يتسمى من الجيعانين، ماشي اللي قاطع غادي يتسمى من المجهولين. المغربي مغربي بهويته مغربي، كي مقاطع كي ما مقاطعش اذا ما عمرو يكون مجهول. اللي سماوهم المداويخ سماوهم يعني خاص يكون هناك شي تدخل. اللهم الا بغاو يقولوا لنا بانه الملك ديال البلاد راه قال لكم الشعب المغربي تحملوا مسؤوليه الاختيارات ديالكم فهاد الناس اللي غتصوتوا عليهم. إذا بحال كيقولوا لكم دابا أنتم راه كتحملوا المسؤولية ديالكم في هذوك الناس اللي صوتوا عليهم، حنا باش نتحملوا مسؤوليتنا في هذوك الناس اللي صوتنا عليهم، ما كنشريوش من عندهم حتى حكم الحمد لله. إذا هذه النقطة بالنسبة للناس اللي كيقاطعوا غيقدر يكون عندهم هذا الجواب. وهنا غادي ندوروا عند السي الغرباوي، ما دير لا مقدمة لا والو، عندك ثلاثة دقائق حتى أنت، تفضل السي الغرباوي. هو فصل العلوم العقلية وأصنافها، هذه ضروري خصنا نديروها. أولا أنا ضد أي مغربي يسب خوه أو يشكك فيه أو يلقبه بأوصاف قدحية. يجب الاحترام أن يكون احترام متبادل. أما الرجوع لفرنسا إخوان فهموا هذا، فرنسا ارتكبت جرائم كبيرة في المغرب ودول المغرب العربي، هذا تاريخ، نحن لا نناقش التاريخ، نناقش المستقبل. ألمانيا وفرنسا تطاحن في الحرب العالمية الثانية، الآن حلفاء في التعاون مع بعضياتهم تقريوا أولادهم وتنميوا الاقتصاد ديالهم. حنا الآن محتاجين بحلفاء. فرنسا الآن حليفة استراتيجية ديالنا. فرنسا دارت الفيتو في مجلس الأمن لصالح المغرب ضد أعداء الوطن، ضد الذين يتربصون بالوطن، ضد الذين يريدون الخسارة للوطن. المغرب الآن نحن بطبيعة الحال عندنا مشاكل داخلية، عندنا أزمات، عندنا بطاقة، ما غاديش نقولوش نحن، ولكن نحن على السكة الحقيقية. ملي كتجي عندك شركة ديال فوروكا وإلكتريك، أكبر شركة يابانية كتستثمر عندك هنا، هذه ماشي بلاد. ملي كتجي عندك كونيكتيف إلكتريك، شركة ألمانية أمريكية تستثمر عندك هنا في طنجة وتتشغل الشباب المغربي، هذه ماشي دولة عندها المستقبل ديالها، ماشي دولة غادية على السكة الحقيقية. يغيظ الجيران ديالنا وأعداء ديالنا في الاستثمارات اللي كيجي من المغرب الآن، شركات كبرى تدخل منها بومباردي اللي جات. الاستثمارات تفوق جميع تقريبا دول المغرب العربي اللي جات للمغرب. الآن خصنا نقفوا على جنب بعضنا، لا يجب أن نشكك في بعضنا، لا يجب أن نتهم في بعضنا. كما هو ترجع الثاني الاول، حتى واحد فيهم اللي كيبغي يتزوج ما كيمشي يتزوج هذاك، ما كيسولش على المراه اصلا. من حقنا نسولو هادشي من جا واللي عنده غيره على الوطن يعلن على نفسه شكون هو اللي داير هادشي الاصل، شكون هو ويوقع وحنا معاه. ولكن نعرفوا، انا اخشى ان تكون ليالي خفيه في المخابرات الجزائريه وحتى تركيا وحتى جنوب افريقيا. الان تركيا تنافسنا ملي المغرب دخل ومنع عليهم السلعه ديالو باش تخلص الوسائل الجمركيه، كيجي السي اردوغان الجزائر وكيستثمر اكبر معمل ديال التكستيل في الجزائر لمنافسه المغرب. هذا غير مستبعد تكون مؤامره ضد المغرب، غير مستبعد. العقل ديالي تيفكر هكذا،
نتمنى نكون خاطئ، ولكن ما دام لا اعرف الاصل الا خرج الجمعيه ديالنا الله يكبر بهم الله يكبر من هنايا ويديروا لنا البيان ويفصلوا لنا ويوقعوا، حنا معاكم ويناقشوا عندنا، ولكن القرار مجهول بدون توقيع نتبعوا. انا لا اريد ان انسى قرار مجهول، ولا اريد ان انسى قرار يشرد المغاربه. الان في جديده، الان 167 واحد طردت من وزين ديال الفرماج، تب من المسؤول؟ هذوك الناس اللي داروا تشوفوا خصهم تحاسبوا معاهم، شكون غيتكفل بهاد الناس؟ الان كنتكلموا على الشركه الفرنسيه ديال سونكاليتير، شركه فرنسيه اللي داخله عندنا كتخدم 1000 الناس، الاحتكار الاحتكار، انا هذه كلمه فضفاضه، اللي عنده شي حاجه يكون في حقه، والذي يشككم، خلينا نتكلم بهذا، ما تقاطعونيش، والذي يشككم، والذي يشكك في الفساد والمفسدين وعنده ما يقول العداله قدامه، ما نبقاوش نعطيو المسائل القدحيه بكلام فعال وفضفاض، لان تعودنا على هذا الكلام وتربوا اجيال منذ تاريخ قديم انا نشكك في كل شيء ونسب كل شيء ونسخط على الدوله ونسخط على الاداره. هذه ليست تربيه، نحن نتحدث عن تخليط الحياه العامه. اين تخليط الحياه العامه؟ اين نحن منها؟ حنا خصنا نفكروا بلادنا الشباب ديالنا، خصنا نفكروا على التحالفات، خصنا نفكروا من يعاوننا، خصنا نقريو ولادنا، خصنا نشوفوا التنميه ديال المستقبل ديال البلاد ديالنا. اما نبقاو نشوفوا الوراء ونبقاو نحاسبوا بعضياتنا ونتهموا بعضياتنا. سيدي علي مثلا، انا احس في نفسي انا وقاطع سيدي علي، كنشوف ناس وقاطع سيدي علي وكيشريو منتوج اسباني جوج دراهم جوج دراهم، انا قاطع الشركه اللي هي شركه مغربيه تتأدي الضرائب في المغرب وكتخدم المغاربه وكنشري منتوج اسباني اللي لا علاقه بالمغرب، ربما شاريلو بالدوفيز وتنخلصوا حنا الفلوس ديالنا هنا ليه. هذه ماشي مقاطعه صحيه. سير الباوي هذيك اللي قلتي لعمر كل 6 شهور ولا كمل سير الباوي كمل سير الباوي كمل سير الباوي باقي 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 بقى عنده 20 ثانية الفوسفات قطعت الدول، كان مشكل بينه وبين دول خارجيه، وقفت مع فرنسا عاوتاني في هذه العمليه، ووقف ثلاثة شهور وبدا يروج في الكواليس بان الفوسفات غادي يسرح الناس جداد، كنا منهم حنا وكنا خايفين على اعصابنا، كنا خايفين على الخدمه ديالنا، ما بالك الناس ساكنين في افريقيا دابا الان في سونتراليتير وفي الشركات المنطقه الان خايفين تعيشوا على اعصابهم. انا تندير ليساس في افريقيا تنبقى تنسول كيقول لك الله يستر حنا خايفين يخرجونا، فين غايجيو الناس؟ شكون المسؤول؟ المسؤول هو السيد اللي مشى اللي مشى في انا جيت باش نسمع ونا
بلا الحمام. يعني انا عاكل بعد من الموضوع نحكي مع بعضياتنا وتعرفوا. لا انا ما غاديش نقول لك تشيل سالحنا خويا. راه كنت تاكل عرفت خويا. شراب يفرغ منا احنا ماشي دابا جينا نتعادوا. لا 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 شوف مثلا اللي تعادوا. اذا كيف تابعنا ثاني المداخلات الثانيه ديال الاخوان المناظرين. عندي واحد السؤال للسي الغرباوي، واش ما يهم هو من دعا الى المقاطعه ام مضمون المقاطعه ولا كما كنقولوا البعد ديال هذه المقاطعه؟ كنظن جواب معروف. اذا ماشي الشخص اللي دعا الى المقاطعه، انا كنرد على داك الشيء اللي قلتي، عقبت على داك الشيء اللي قلتي، لان ما نقلبش على شكون اللي دعا المقاطعه. ضروري واخا يطلع لي عدويا غادي ندخل في هذيك المقاطعه لانني باغي هذا السيد. ما كتخدم مصالحهم. إيه علاش ما تدخلش الحكومه شحال هذه وخدمت لنا مصالحنا وخدمت مصالحنا في المقاطعه. سجلني خليني ندوز. ثاني حاجه غادي نقول سكتات بعض الناس. بعض الناس ما غاداش تدوز. انا قلت ما غاداش ما غاداش تدوز. انت تسال باقي انت تبقيت. عندي سؤال اخر لهاد الناس المقاطعين. علاش هاد الناس المقاطعين ماشي كلشي، علاش المقاطعين هاد السلعه هادي؟ علاش ما فكرتوش تقاطعوا واحد السلعه اللي هي فعلا هازه الاقتصاد ديال بصح ديال البلاد؟ الا وهي السجائر والخمور. غادي ندوزو دابا على السي مديحي. هذا سؤال واجب. اولا اولا غادي نقول السي مديحي اولا ديالكم المناظره خاصنا نختاروا تيعطيك السين الكلمه وعدوي هواك استاذ محامي ديالنا الكبير من يعطيك الكلمه. تفضل راح نبدا المناظره وبالتالي راح نبدا مباشر. اذا نشكر الاخوان الساده المتدخلين. عندي واحد التعقيب بسيط على السي الاستاذ ديالنا الفاضل المحترم السي الغرباوي. وكيل له احترام وتقدير كبير جدا. في مسألة أولا تكلمتي على أننا كاين بعض الإخوان يتكلموا على رموز الفساد والمفسدين هو قدح الحق. واش بغيتي نفس الغباوي حنا نطبلو ونزمرو اليوم الناس اللي تاخذ الثروات ديالنا؟ اش غنقولوا لهم؟ نعاود نسمح لهم بعد خذ الكلمة إلا سمحتي مع كلمة تاعهم. أنا أقول عدلتي بأن بعض الإخوان نعتوا ناس فيهم القدح والناس ماشي مفلسين. هذا وطني أحرار. هذا واش غنقول لها؟ يعني الناس اللي غادي نقول واش وطنيين؟ واش ناس اللي ضحاو بالحياه السابعه للوطن؟ لا، بالنسبه لي انا اعتز بهذه الكلمه وافتخر وعبرها انا اقول بانهم هم المفسدين ديال البلاد، رموز الفساد هم هاد الناس ديال الباترونه ديال المغرب. انا لا استطيع احملهم، انا اقول من اعتقد كلهم رموز ديال الفساد ديال المغرب. نهبوا ثروات وراحموا ثروات مشبوهه نؤكدها وحنا مستعدين حتى المحاكمات. ماشي كنقولوا الهضره ما ينجمش اننا نزيدوا، حنا كنقولوا الان واللي هو غادي يبغي يدينا للمحاكمه يجي، لانه هو اللي مسؤولين ماشي حنا اللي غادي نديو للمحاكمه. هذا من جهه. الجهه الثانيه كدلتي السي الاستاذ ديالنا الفضيل على اساس ان هاد الناس شركات امريكيه كذا يابانيه فرنسيه تسمع لنا. عرفتي علاش السي الغرباوي؟ لانه افسد قانون الشركي هو في المغرب. علاش؟ لانه مكتوب كما قلت بايادي ديال الباترون، لا ناس الاقلال ديال المجتمع المغربي ولا الناقش. بالتالي كاين غير اللوبيات ديال الفساد اللي كتحكم في زمام الامور هنا في المغرب. اللي جات غير ما بيناتهم وداروا تعاونيه
بحال جودة جودة بدات كتعاون الناس بدات بشي حاجة كبيرة وشوية بشوية بدات كتوسع النشاط ديالها. أنا كنعرف واحد في لاعب الدار البيضاء عندو غير شي 70 بكرة ديالو وعندو أن كاشي ديالو وكيدير الإنتاج ديال الأهالي وكيدير ليه التعبئة وكيدير الموزاريلا وكيفرق على لي ريسبون وكيدير الفرماج ديالو بالله يعني متوسط. دونك هاد اللاعب ولا كانوا غادي يدعو ممكن يتشكلوا في واحد المجموعه ديال التعاونيات وممكن هما يديروا واحد يعني الحلول راه موجوده. فكره واضحه فكره واضحه. كتفيدهم اجي هنا اولا شكرا لاخوان الكريمين على التدخلات ديالهم. بغيت نشير انا بعدا بقاطع مع التحفظ كيفما قلت في الاسبوع الاول السي عبد الرحيم المديحي حيت خديت واحد النظره حيت هادشي خرج غير في الفيسبوك. حنا كشعب لينا شعب مستهلك ديال المعلومه ما كنحلوهاش. كفكره في الاول انا متفق معها حيت قال ملي بدات المقاطعه على هاد ثلاثه لي برودوي قالوا لمده شهر غيديروا نوبه. داز واحد الاسبوع ولينا كنلاحظوا انه ولا استهداف ديال اصحاب هذوك الشركات ولا الاشخاص تشخصت هذه المقاطعه ما بقاش في لي برودوي باش ينقص الثمن. دخلوا بزاف د الحوايج كل نهار بحال ناخذ غير على سبيل المثال الخلفيه في التصريح ديال الحكومي تأول يعني كل واحد واخذ هذه المقاطعه هذه على حساب التيارات واخذينها على حساب المصالح ديالو لا اللي ما مقاطعينش ولا اللي مقاطعين. وكناخذ على السي الغرباوي انه ديما فيما كيكون شي مشكل في المغرب حنا كندخلوا فيه بزاف كندخلوا فيه الاداء ديال الواقع ما كنظنش هذا المشكل. بحال كنخلعوا الشعب بحال كنخوفوا الشعب لا عندك كنظن مساله عاديه. غير انا كيبان ليا ان الهيئات الحقوقيه عندها واحد الدور انها ما تبناش هذا الشيء نهار الاول باش يكون واحد المخاطب باش الشعب تاهو يعرف انا كيهضر ولما يتصمم. اليوم كنتفاجئ البارح كنتفاجئوا بانه كيخرج واحد كيجيبوه بشوف تي في كيقول لهم انا الاول اللي علمت على المقاطعه انا اللي درت هذه الحمله. اليوم كنكتشف كيقول لك لا هذاك السيد راه حاطو على الدوله باش تبرد هذه المقاطعه هذه. يعني ما كتعرفش من تاخذ المعلومات. هي كون بقات بحال النهار الاول يعني شهر بزاف هي كون بقات مثلا غير اسبوع ما غاديش نهضروا على طرد العمال. اسبوع راه غتكون غير خساره ما غيوصلوش انهم يطردوا العمال. غتكون غير خسائر ماديه غيعيدوا النظر في الثمن. ولكن دابا قالوا شهر النهار الاول دابا كيقول لك تيسالي رمضان ولينا في شهرين. يعني هادشي ولا موجه كنهضر معاك انا ماشي انتخاب الاثمان انا كنهضر معاك على تحديد البروبي سونترال كيقولوا شهر من بعد شهر غندوزو مثلا للجوده فهمتيني. دابا خداو غير سونترال بوحدو فهمتيني شنو بغيت نقول لك انا راه مع تخليك الاثمان ومع سميتو غير ما كنت خدات الفكره انه كل شهر مثلا تخدم شركة ديال البترول ولا نوع ديال الحليب غتكون مزيانة وغيكون نجاح كبير للشعب. دابا ولات فيها تخوين ولاو فيها بزاف الحوايج ولاو التصريحات كيتأولوا بحال الخلفي نسيت ما كملتش على القضية ديال الخلفي. التصريح ديال الخلفي أنا سمعته ما قالش بأنه اللي كتب في الفيسبوك غادي ندخلوا الحبس. كيهضر على المواقع الإلكترونية وعلى الصحافة المعترف بها أنه غيفعلوا القانون. هادشي علاش الغد ولات هضرة أخرى راه انا كتبتي في فيسبوك ان المقاطعه غادي تشوف بحال الفكره اللي قال بحال الفكره اسمح لي نكمل بحال الفكره اللي قال سعيد جو قبيله قال لك بكري راه كانت المعارضه غير في الحي كيكتب في الحي يجي نقدم يديه دابا ولات في فيسبوك غير هي بعدا دقيقه دقيقه غير هي واحد القضيه بالنسبه للحديث ديال الخلفي قالها بالحرف قال لك غادي نديروا مراجعه ديال قانون التعبير غنديروا مراجعه غنصمتوا دابا غنصمتوا حنا متفقين قال لك غادي نديروا قانون مراجعه قانون حريه التعبير المواطن الشرح ديال هاد واش سمعتيه من فم واش قال؟ قال بحال هكا. لا ما سمعتيش شنو قال؟ عرفت دابا نقولوا لك نقولوا لك حيت ما نبداوش نخلعوا عباد الله وتبقى في الفيسبوك هكا ما ديرش مقاطعه فين شكون قال ما ديرش مقاطعه؟ علاش؟ قال هو اللي كيدير مقاطعات بحال مثلا كنقول الحليب علاش كيدير هو ما عارفش مثلا انا نقول الحليب دايرين فيه
ديال الماء ولا دايرين فيها ما عارفاش شحال دايرين فيه الماء شحال دايرين فيه الصودا شحال دايرين فيه ما عرفناش هذا الشيء شنو بينا شنو بينا غير هي واحد القضية للإضافة وللتوضيح أكثر راه قال مراجعة قانون ديال حرية التعبير الهدف من وراء مراجعة قانون حرية التعبير هو ضرب حرية التعبير هاد السيد إلا قال مغالطات انشر لينا خويا ما يفند ذلك عوض أنكم تخرجوا بهاد الخرجة هادي ومن خرجت ياسين الخلفي قلت له في الحقيقة كنعتذروا للشعب المغربي على ذاك التصرف اللا مسؤول ديال ذاك الوزير اللي قالوا قالوا قال وذاك اللي في البرلمان قالوا قالوا قال ودير واش عندنا آخر ما سنختم به هي آخر ما سنختم به هو دقيقة يقول المنافق احترموا الفرن بلاش نساعدوه احترموا الناس أنا اللي درت نزيدوا إضافة لهذا الشيء درت بزاف وكان حديث صغار ولا واحد دائرة كبيرة خرجنا على المغرب ولا هذا أنا غير منقطع أنا ماشي ضد الناس المنقطعين وبالإضافة أنا عندي تخوف واحد على الشباب ديالنا اللي ما كيعرفوش يتصرفوا مع هاد المسائل هذه وكيدخلوا في مشاكل منهم واحد الشاب اللي يشير على واحد كاميو ديال الحديد ضربو استق هذاك مشى للوبيتال كيخيط في واحد المدينه بلا ما نذكرها والولد معتقل دابا فلهذا انا هاد الجمعيه اللي ما حضرت فيها ونبغي نحضر فيها بشكل راقي ان شاء الله مع هاد الناس مع الوجوه مع الافكار وصل لان حتى واحد ما احسن شي واحد ان شاء الله سلام هي تكون واحد البرنامج سي هارون شكرا سي هارون خويا احنا ان شاء الله احنا سنحارب لوبيات الفساد ود يعني هاد اللي كيستنز وطروات ديال البلاد حتى ان شاء الله تكون طروات يستافدوا منها المواطنين يستافد منها الشعب باش يكون عندنا تعليم في المستوى يكون عندنا واحد الصحه في المستوى يكون المواطن فعلا يعيش بلاد اللي يكون فيها واحد العيش كريم وهذا هو الهدف ديالنا والمقاطعه ان شاء الله راه تحقق الاهداف ديالها. سي محمد غربوي ساعود عاوتاني من الاول فصل العلوم العقلية وأصنافها أسدد هذا العنوان وأقول لازم أن هاد الناس عندهم غير على البلاد حنا عندنا غير على البلاد حتى واحد ما يزيد عندنا فيهم كلنا باغيين ناخذ أنه يديروا سمياتهم وعناوينهم وينشروا ويوقعوا ويتحملوا مسؤوليتهم وحنا مستعدين نناقشوا معاهم وإذا كان فيه الخير البلاد حنا معاهم ولكن على يكون قرار مجهول لا يمكن أن أنساق وراء قرار مجهول ولا يشرفني ان اكون سببا في تجريد مغربي واحد واحد لا يشرفني ان اكون سببا في تجريده هناك مثل اليابان هنا لا اقصد واحد يقول شو تقصد تيقول لك العقول الكسوله والفاشله تسكنها الشياطين نحن لا نريد ان نكون من هذا الصنف ولله الحمد بفضل السياسه الحكيمه نحن هنا في هذا المقر نتبادل الاراء نتبادل الافكار في جو من الحريه والتعاون الديمقراطيه وهذه هي السياسه الحكيمه تفضل السي عثمان عسان جوابا على السياسه الحكيمه احنا الشعب ماشي خوانه ماشي قاطع ماشي مداويف ماشي مجهولين حنا بالهويات ديالنا انا عثمان عسان رقم بطاقه التعريف الدولي 2322 كان قاطع احنا ماشي جيعانين لاننا شبعانين افكارنا وبواقفنا النضاليه احنا شعب متحضر واعي مسؤول غنستمروا في المقاطعه حتى نخافوا الاثمان ديك الساعه يكون الكلام مع الشركه الاخرى. اذا الى هنا انتهى هذه المناظرات شكرا كنتمناو اننا نكون ساهمنا ولو بقليل في اننا نوصلوا ونلقوا بعض الامور المتعلقه بالمقاطعه اللي يعرفها المغرب في الاونه الاخيره وتحيه لجميع الحضور شكرا